طب ومعلش يعني يا تيمور يا ابني اعذرني يعني. تيمون يا فندم. تيمون. اعذرني يا تيمون يا ابني، انت مش شايف ان ابوك كبير شويه على الجواز؟ لا المعلومه اللي عندي بتقول ان والده حضرتك اكبر ب 15 سنه تقريبا. مين اللي قال كده؟ هو اللي قال والله. لا لا ما حصلش. انت ايه اي حاجه اقولها لك كده ما حصلش؟ ده انا طول السكه عمال ادعي ربنا ان انت توافقي يعني، عشان انا اكبر منك باكتر من 22 سنه على الاقل تقريبا، صح؟ ايوه كده. قول لي بقى يا عيد، بتدخن؟ لا الحقيقه والدي مش مدخن، هو كان مدمن للامانه الشديده يعني، هو كان مدمن بس الحمد لله تعافى، ودي شهاده يا فندم من 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 دكتور احمد عكاشه ان هو بطل ادمان. وشفتها فين بقى يا عيد؟ الحقيقه انا اول مره شفت والدتك شفتها في الصاله هنا. فين؟ في الصاله. الله الله، الهنم بتغفلني وتفهمني انها في درس وهي نازله تتصرمح على حل شعرها في الصاله. لا والله يا ابي، انا فعلا كنت في الدرس عند مستر محمود ديناصور الكيمياء. بس لا اسمح لي يا استاذ. زومبا. زومبا بومبا. بومبا بومبا. بومبا. استاذ بومبا اسمح لي. والدتك ست محترمه جدا واخلاقها عاليه. الحقيقه انا اول مره شفتها انا كنت خارج من اوضه النوم واخد عربيتي ورايح الحمام، سمعت حد بيصرخ، مسكت فرامل ثلاثه بالله العظيم كنت خايش في الثلاجه، واول ما وصلت لها لقيتها منهاره، كان في واحد بيعاكسها، ولد بيعاكسها، وتقريبا خد اللي هو عايزه وجري. وبعدين لقيتها لابسه عريان كده سوري، الظاهر انها كانت بتحضر فرح في الانتريه وراجع على الصاله يعني. فالحقيقه حتى قلعت الجاكيت بتاعي عشان استرها بيه بالاماره، هو الجاكيت دوت، قلعت الجاكيت. انجز. حاضر سوري يعني معلش. عرضت عليها اوصلها من ادبها واخلاقها، سبحان الله رفضت، حتى انا قعدت اضحك قلت فعلي بالي يعني انت في ايه ولا في ايه. المهم وقفت لها تاكسي واطمنت، طمنت نفسي، تبعتها لغايه التاكسي وده لغايه اوضه النوم. طمنت يعني؟ طمنت. المهم رجعت لعربيتي لقيتهم كسروا الشراعه وسرقوا كاسيت و40 جنيه. ليه بس بتفكرني باليوم ده؟ ده كان اجمل يوم في حياتي. بطلي محن يا مون، بطلي محن. وانت بتشتغل ايه بقى على كده يا عيد يا ابني؟ فنان. مشخصات يعني، بتقلب ممثلين. طب قلد لنا كده سليمان عيد. سوري هو مش محضر قرعة بصراحة. هو الفنان عندك بيبقى بس مش يعني بيقلد ممثلين؟ ايه فنان ايه يعني؟ انا فنان تشكيلي، رسام. رسام هو ده اللي رفضت علشانه السفير والقاضي والدكتور؟ ما هو القلب وما يريد يا ابي، الحب اعمى. لا تيمون انا مش قادر استحمل اكتر من كده، ده بيقول لك سفير ودكتور وما اعرفش مين، داخل جوازك بتاع عم جمال بتاع الكنافه. كان بتاع بسبوسه. والله العظيم كنافه. طب خلاص ماشي بقى، معلش استحمل بس لحد ما نخلص. ويا ترى يا عيد بقى هتسكنوا فين؟ وما تقوليش بقى التجمع والشيخ زايد، بنتنا بتوحشنا لازم تبقى ساكنه جنبنا. لا تجمع ايه والشيخ زايد ايه والحته البيئه اللي انت بتقولها دي؟ لا ده انا هاخد لها اوضه هنا في الشقه. عشان ما تبعدش يعني. سامعه؟ اخد اوضه هنا. انا بس بكشفه لك عشان يبقى كتاب مفتوح قدامك. البهوات داخلين على طمع يا فرح، عايزين يعيشوا معانا في البيت. لا طمع ايه بس؟ يعني هو في اوائل الستينات ولسه قدامه مستقبل واحنا لازم نقف جنبه. ويا ترى عيب بقى هتعرف تعيشها في المستوى اللي هي عايشه فيه؟ لا الحقيقه مش هقدر اوصل للمستوى المتدني ده. يعني سامحني ان انا تقريبا عايشها في مستوى احسن من كده كتير. لا والله يا عيد يا ابني، احنا مش هينفع بنتنا تعيش في مستوى اقل من اللي كوثر بنت خالتها عايشه فيه. هي مش كوثر بنت خالتها دي تقريبا ماتت من جوع؟ لا انا مش عاجبني الكلام، احنا اسفين يا جماعه ما عندناش بنات للجواز، خش جوه. ايه؟ خش جوه. شكرا يا جماعه، متشكرين جدا على البسبوسه، واسفين لو ضيعنا لكم وقتكم، ويا دوب بقى علشان انا ميعاد نومي جه. المقابله انت بتطردنا؟ المقابله انتهت. اتفضل يا بيه. اتفضلوا. صغرتنا. جبنا عند ناس قليله السوق. اتفضلوا. ابقى اتاكد قبل ما تقول لنا المره الجايه. متشكرين جدا. عيد. متطلعين. ليه كده بس؟ ليه؟ حشرات. فاكرين ان هم هيتجوزوا يا سيادهم؟ ياه. ده انا فحصكم تحت رجلي.